هاي أصدقائي، معكم أنخلة. أهلا وسهلا بكم على قناتنا، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. أولا أميغوز، استوي كون أستاذز أنخلة دي تركيا. نوستر الرثيت دي أوي إس بولاس دي باتاتاس. استلست إن يوتيوب أورا إي بروبرادا بارامي سوي أنخلة. هاي أصدقائي، سأكون اليوم معكم أنا أنخلة من تركيا. وصفتنا لهذا اليوم هي كرات البطاطا. الوصفة أصبحت جاهزة على اليوتيوب من إعدادي أنا أنخلة. وهكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها. لذيذة وشهية، وتعتبر طبق ثانوي على المائدة من ضمن المقبلات. بألف صحة وعافية. وقبل البدء بإعداد الوصفة أصدقائي، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. والآن هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذه الوصفة معي أنا أنخلة. باموس. والآن إليكم المقادير: كيلو وربع بطاطا مسلوقة، نصف رأس من الثوم مفروم ناعما أو مهروس، هنا أنا هرسته، نصف باقة من الشبت أو الشبن كما يسمى، صفار بيضة واحدة، ومطحون خبز التوست الناشف. أما بخصوص البهارات فهي كاري، فلفل أحمر، ملح، وكركم. ها هي جميع مقاديرنا. إليكم طريقة العمل. أبدأ بتقطيع البطاطا هكذا، وبعد ذلك سأعمل على هرسها. وبعدما قطعتها سوف أهرسها. هكذا تبدو معنا البطاطا بعد هرسها. سأضع لها الشبت المفروم ناعم جدا. بعد ذلك سأضع الثوم المهروس. أضع صفار البيضة. أضع البهارات. ملعقة كوب غير مملوءة من الفلفل الأحمر. وملعقة كوب مملوءة من الكاري. وملعقة كوب أيضا مملوءة من الكركم. ها هي. نسينا بالمقادير ذكر بأننا بحاجة إلى الكمون. سأضع بما يعادل ملعقة كوب مملوءة
ورشة ملح. بعد ذلك أبدأ بعجن المكونات، وفي هذه الأثناء سأضع خبز التوست الناشف المطحون إلى العجينة. الآن سأبدأ بالعجن بواسطة يدي. سأضع ملعقة طعام وأبدأ بالعجن. سأضع ملعقة طعام ثانية وأعاود العجن. سأضع ملعقة ثالثة هكذا وأعود العجن. الآن سأبدأ بتشكيل العجينة على شكل كرات. سأحتاج إلى القليل من الماء، تبليل أصابعي فيها. سأخذ قطع صغيرة هكذا وعلى شكل دائري هكذا. وأستمر حتى نفاذ الكمية معي. وبعد مرور 10 دقائق أكملت تشكيل جميع الكرات. أعطتنا 61 قطعة.
الآن سأضع هذا الطبق في فريزر الثلاجة، وبعد ذلك سأضعه في أكياس نايلون بإمكاني استخدامه في أي وقت أشاء. توتي توتي تاتوت توتي اولا اولا توتي كيتال كارينيو كيتال. تبدو معنا كرة البطاطا بعدما أخرجتها من الفريزر. ها أخذت بيضتين، خلطتها هكذا، وأخذت مسحوق التوست الناشف، وضعت المقلاة على النار بدهن غزير هكذا. وضعت المقلاة بدهن غزير على النار هكذا، انتظره حتى يسخن. في هذه الأثناء أخذ كرات البطاطا سأضع الكرات في البيض هكذا، وبعد ذلك في الخبز الناشف أضعها جانبا وأكرر العملية مع بقية الكرات. بعد ذلك أضع الكرات في الزيت. الآن سأضع الكرات في الزيت الساخن ولكن ليس دفعة واحدة. لكي لا يبرد معنا الزيت. بعد ذلك سأرفعها على ورق نشاف هكذا.
هو الشكل النهائي لوصفتنا لهذا اليوم أحبتي، وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم كرة البطاطا قد أصبحت جاهزة. بألف صحة وعافية. Espero que te gusta nuestra receta de hoy, bolsa de patata. أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم كرة البطاطا أحبتي قد نالت إعجابكم ورضاكم. متابعي قناتنا الكرام ولكل من يرى هذا الفيديو للمرة الأولى، يسعدنا تفاعلكم مع قناتنا قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا من خلال الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا، أي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب. أما بخصوص المقادير فتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. أحبتي، إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل اكتبوه لنا في قسم التعليقات وسيتم الرد عليه بنفس اليوم. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم أنخلة من تركيا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.